السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي وكأس إفريقيا للأمم بطبيعة الحال، وأقوى تشكيلة للمنتخب المغربي في مركز خط الهجوم في كأس إفريقيا للأمم. لا جدال ولا نقاش، كأس إفريقيا اللي هيكون في المغرب إن شاء الله في 2025. هنتكلموا على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي في مركز خط الهجوم في كأس إفريقيا للأمم 2025. ثلاثة مهاجمين اللي قدروا يكونوا في المنتخب المغربي في هاد لاكوب تاع لافريك اللي غتكون في المغرب إن شاء الله، والهدف نفوزوا بها. نبداو باللاعب إلياس أخو 19 سنة، إلياس أخو 19 سنة بطبيعة الحال. إذا إلياس أخو من العناصر الرائعة بطبيعة الحال في المنتخب الوطني، ممكن يكون لاعب شاب اللي باقي قدر العطاء الغزير صراحة. بلوانت أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني من العناصر الرائعة بطبيعة الحال في المنتخب الوطني المغربي، من العناصر الكبيرة لا جدال ولا نقاش في ذلك، عنصر كبير صراحة المنتخب المغربي. لاعب أمين عدلي وعمشيو اللاعب إلياس حسني لاعب السد القطري 18 عاما، من العناصر الشابة اللي تقدر تعطي بزاف ديال الطوارئ في المنتخب المغربي صراحة. هادشي اللي كاين، كنشكر جميع الناس اللي تبعو من هاد الفيديو. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.